هذا السائل يقول: هل من تقرب إلى الله تعالى بالنوافل والفرائض، والذي تقرب إلى الله بالفرائض فقط، هل هم سواء في حب الله تعالى؟ نعم، كلهم يحبون الله، لكن الذي يتقرب بالفرائض فقط هذا هو المقتصد، هو المقتصد، والذي يتقرب بالفرائض والنوافل هذا هو السابق، والسابق أفضل من المقتصد، والمقتصد أفضل من الظالم لنفسه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.